بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معانا بوزيشنر من نوع سيمنز. انت شركة سيمنز الألمانية اذا بنشوفها اشارة. اليوم بدنا نعمل له اوتو كاليبريشن. احنا حاليا دخلين على السيتنج، فانا لازم ارجع من البداية عشان افرجيكم كيف. هيك عندي بتكون الشاشة الرئيسية اول ما فوت، ففي البداية لازم اضلني ضاغط على هاي العلامة، علامة الايد، لمدة معينة قبل ما يطلع لي السيتنج. هاي طلع لي. انا عندي الخيار رقم 9 حاليا، فبدي ارجع للخيار رقم 4 او من هنا عفوا. حاليا عندنا الخيار رقم 4. هسه بدي اعمل له كاليبريشن، فبضلني ضاغط على اشارة البلس لمدة معينة وبتفعل لحاله. راح يضل زي هيك لما بالاخير يطلع لك كلمة فينش. لما يطلع كلمة فينش اعرف انه البوزيشنر اتم الكالبرة تبعته. ويعطيكم العافية.